رضيان كرة في الجهة اليمنى تلعب عالية داخل الله. يقولون بأنها سلبية، الأهداف تتوالى عليك وعلي. هنا انظر ماذا فعل مهند الطائر. نعم مهند علي ميمي من ابتعد عن الأهداف يا عين. من ركنية إلى ركنية وصلنا إلى ركنية السيرية، كرة خطيرة، جول يأتي عن طريق تياغو. نعم تياغو بالزهرة يفرح أمام فريقه السابق الخور ويسجل لدينا الهدف الثاني لمصلحة السيرية، ثالث أهداف هذه المباراة. مباراة مليئة بالأهداف، هذه بنته ويروح يهديها هذا الهدف. نعم تستحق ذلك، فهي قرة العين. وهنا لدينا نعم وضحها بهذه الطريقة، غريب عجيب والعين أمام تياغو. تياغو البرازيلي مهند، يا جمال خلوه يبي يقول شيء، قول يبا. نعم لازلت فندام، لازلت فندام، لكن بالطريقة الأجمل، بالطريقة الأجمل هذه المرة يطير. لكن شلون يطير هذا العراقي ليطار؟ طار وسجل في الهدف، ثالث أهداف السلية، ثالث. يذهب ويخرج من دورينا، لا ما له حل إلا بهل الخور، إلا بهل الخور. هذا رفايال، الله 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 الله، انت وين كنت وين رايح وين؟ يسدد وكأنما لم يسدد من قبل، ابعاد يا كار. الله وحده 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 يبعد الكرة، والكرة لا زالت لمصلحة سعد حسين في الجهة اليمنى. خلاص من حبكم يا زين، خلاص 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 خلاص.